مجلس الدولة يناقش الخطة الخمسية التاسعة والميزانية العامة للدولة للعام المقبل ويحيلها إلى الحكومة، ويؤكد على ضرورة تعاون وتكاتف جميع الجهات المعنية للخروج بأنسب الحلول لتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السلطنة والعالم. تواصلاً لاحتفالات السلطنة بالعيد الوطني المجيد، ينظم مشروع عمان للإبحار مهرجاناً للإبحار الشراعي نهاية الأسبوع الحالي، وذلك في منتزه كلبوه بالقرب من كورنيش مطرح. الهيئة العامة للكهرباء والمياه تنوه عن اعتذارها لعدم استقبال المراجعين في صالة خدمات المشتركين بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، وذلك لتمهيد انتقالهم إلى مقر جديد ابتداء من الغد وحتى 17 من الشهر الحالي. واليوم قدر الفريق الوطني للبحث والإنقاذ من أن إنقاذ ماعز كان متعلق بجبل وايد من حدر، وكل هذا كان بأحد جبال ستاب بمحافظة مسقط.